كيف تنتخب روسيا رئيسها؟ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991، أدخلت روسيا تعديلات جوهرية على نظامها السياسي، حيث سمحت بتعدد الأحزاب السياسية وبموجب الدستور الصادر سنة 1993 في عهد الرئيس بوريس يلتسن، أصبحت روسيا دولة يحكمها رئيس منتخب لفترة 4 سنوات ثم 6 سنوات اعتبارا من انتخابات 2012. تتكون روسيا الاتحادية من 83 وحدة إدارية فيدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و10 أقاليم و45 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي ومدينتان فيدراليتان هما موسكو وسان بطرسبورغ. وتمثل الحكومة الاتحادية السلطة التنفيذية، ورئيس الاتحاد الروسي هو رئيس الدولة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي عرفت البلاد 3 رؤساء هما بوريس يلتسن بين سنتي 1991 و1999، وبعدها ديمتري ميدفيديف بين سنتي 2008 و2012، وفلاديمير بوتين الذي حكم على فترتين بين سنة 2000 و2008 وبعدها بين 2012 إلى يومنا هذا. وينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع المباشر، وهناك طريقتان للمشاركة في الانتخابات. الأولى ترشيح ذاتي حيث يحق لكل مواطن الترشح بشروط، والثانية عن طريق الأحزاب. وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في دورتين. في حال تعذر حصول أي من المرشحين على الأغلبية في الدور الأول على الأغلبية اللازمة من الأصوات للفوز بالمنصب، يتم إجراء دور آخر في غضون 3 أسابيع. ولكي يصبح المرشح رئيسا يتطلب حصوله على 50% على الأقل من أصوات الناخبين، كما يشترط الدستور أن يكون عمر المترشح 35 عاما على الأقل، وأن يكون قد أقام بشكل دائم في روسيا لمدة 10 سنوات. ويحق لكل فصيل سياسي في مجلس الدوما الذي يتكون من 450 عضوا تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، ويتعين على الأحزاب غير البرلمانية جمع 100,000 توقيع، وتعفى الأحزاب الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات للترشح، بينما يتعين على المرشحين المستقلين جمع 300,000 توقيع على الأقل. ولم يكن أي من الرؤساء الروس عضوا في حزب سياسي خلال فترة ولايته أو بعدها، ولكن بوتين ترشح في انتخابات 2012 باسم حزب روسيا الموحدة. وأصدر الرئيس بوتين سنة 2001 قانون الأحزاب السياسية الذي أدخلت عليه تعديلات كثيرة، وكان من أبرزها تقليص عدد الأحزاب والحركات السياسية التي يحق لها المشاركة بالانتخابات. وطالب القانون بأن يكون لكل حزب سياسي نحو 10,000 عضو موزعين على 50 إقليما من أقاليم روسيا، كما دعا حينها إلى أن يكون في البلاد 2 أو 3 أحزاب كبيرة على غرار ما يوجد بالدول الغربية. تعديلات وتمديد. أدخل الرئيس السابق ميدفيديف سنة 2008 تعديلات على الدستور قضت بتمديد فترة صلاحيات رئيس الدولة ومجلس الدوما الذي اعتمد القانون يوم 21 ديسمبر 2008، وصادق عليه المجلس الفيدرالي في 26 من نفس الشهر. وتضمنت التعديلات التي شملت المادتين 81 و96 من الدستور زيادة فترة صلاحيات الفترة الرئاسية لرئيس الدولة من 4 إلى 6 سنوات، ومجلس الدوما من 4 إلى 5 سنوات. وأثارت تلك التعديلات الدستورية كثيرا من الجدل بالداخل والخارج، باعتبار أنها جاءت لصالح عودة بوتين إلى السلطة، لأن الدستور لا يسمح بالبقاء في الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين، وبالتالي لم يكن بالمقدور ترشيح بوتين لفترة ثالثة متتالية إلا بتعديل. وشغل بوتين منصب الرئيس بين سنتي 2000 و2008 قبل أن يتنحى ويسمح لميدفيديف بأن يخلفه في سدة الكرملين فترة رئاسية واحدة، حتى يعود لخوض السباق الرئاسي مجددا ويتمكن من الحصول على ولاية ثالثة في 7 ماي 2012. وقد ترشح للانتخابات الرئاسية في 18 مارس 2018 أملا في الحصول على ولاية رابعة، مع العلم أنه لا يسمح قانون الاستفتاءات باستفتاء الشعب بشأن تحديد فترات الرئاسة. صلاحيات. يمتلك الرئيس في روسيا صلاحيات واسعة، منها إعلان الحرب والتعبئة العامة وحل البرلمان وتعيين رئيس الوزراء وحكومته، كما يتولى ملف السياسة الخارجية والمصادقة على انتخابات حكام الأقاليم وجمهوريات الحكم الذاتي في روسيا الاتحادية. وتشمل صلاحيات الرئيس أيضا تعيين رئيس المحكمة الدستورية وتسمية قضاتها وإعلان العفو ومنح الأوسمة والجوائز وغيرها من الصلاحيات،
بما في ذلك ترشيح كبار موظفي الدولة ورؤساء المؤسسات أو إعفاؤهم من مناصبهم. ولا يضم تاريخ روسيا سوى قلة من الزعماء الذين تركوا السلطة برغبتهم، فأغلبهم توفي أو قتل أو أطيح بهم، مثل يلتسن الذي اضطره المرض للتخلي عن منصبه.